كتشي العشرة واثناشر دقيقة على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم. لقاءنا بكم مستمعينا مازال مستمر دائما خلال فقراتنا المتنوعة. غادي بدوها بفقرة التجميل. يوم غادي نتعرفوا على الفوائد التجميلية لزيت أرغان. فزيت أرغان هو زيت طبيعي كيتستخرج من اللوزة ديال الأرغان اللي كتنمو على الأشجار ديال الأرغان متواجدة في جنوب المغرب ديالنا، وكانوا كيستخدموه زمان نساء الأمازيغيات، ولحد الآن مازالين كيستعملوه للعناية يعني بكل أنواع الشعر والعناية بالبشرة. فهاد الزيت أصبح عنده شهرة عالمية لما عنده من فوائد تجميلية جد عالية، فيه نسب مرتفعة من الأحماض الدهنية الأساسية وغني بالفيتامين أ. وهذا الشيء علاش قامت العديد من الشركات ديال التجميل الكبرى العالمية باستعمال زيت أرغان في المستحضرات ديالها، ودخلتها يعني في ماركات كثيرة من الشامبوان والبلسام والكريم الزيت المغذي للشعر للعناية يعني بكل أنواع الشعر، وكذلك حتى بالنسبة للكريمات العناية بكل أنواع البشرة. المميز في زيت أرغان هو أنه زيت من زيوت الجافة يعني ناشفة اللي كيتم امتصاصها بشكل سريع، وما كيخلي حتى أثر دهني. يعني ملي كندهنوا الشعر ديالنا بزيت أرغان يعني كيمتصوا الشعر وما كيبقاش مزيت الشعر ديالنا، واحتواءه كذلك على فيتامين أ كيعطي للشعر القوة والكثافة والبريق المطلوب اللي كتبحث عليه أي فتاة وأي سيدة. فنركزوا دائما على استعمالنا لزيت أرغان سواء على الشعر ديالنا ولا على البشرة ديالنا، وندهنوا به كذلك حتى الجسم ديالنا كله اللي ما عنده من فوائد كثيره. غني بالاحماض الدهنيه الاساسيه وغني بفيتامين او، وكنعرفوا على انه فيتامين او كيجدد الخلايا الميته، وفي نفس الوقت كينقص من التجاعيد وكيعطي واحد البريق ولمعان لكل انواع الشعر. والاهم حاجه هو انه زيت أرغان يعني زيت اللي هو جاف اللي هو ناشف كيسهل انه يمتص الشعر مباشره، وهو من بين الزيوت اللي كتدخل الاعماق ديال الفروه ديال الراس واللي كتدخل الاعماق ديال الجلد ديال البشره، يعني ما كيبقاش مزيت على المستوى البشرة أو على مستوى الشعر. فنركزوا على استعماله باستمرار. من فوائد ديال زيت أرغان على الشعر هو اللي عنده الشعر جاف ناشف بزاف وكيتشبك يعني كيتخبل ليه في المشيط، يعني نحاول انه دائما يدهن الشعر ديالو والاطراف الجانبيه الجهه ديال لي بوينت بقطرات من زيت أرغان. ناخذ غير واحد القطرات من زيت أرغان ونديرو في الكف ديال يدينا ونحاولوا نسخنوه ما بين بجوج يدينا، ثم ندلكوا به الشعر ديالنا والفروه ديال الراس والاطراف. فالفائده ديالو هو انه كيدوم على الشعر لمده طويله، كيستفد منه الشعر كله. يعني ممكن تدهني الشعر ديالك بقطرات من زيت أرغان في البدايه ديال الصباح وتستفدي من الفعاليه ديالو من النتائج، وتمتعي بواحد اللمعان واحد النضاره في الشعر ديالك وفي البشره ديالك يعني حتى المساء يعني على طوال اليوم كتبقى الفعاليه ديالو. التغذيه وعلاج الشعر يعني من الضرر ومن التلف ومن التقصف، يمكن انك تستعملي كذلك زيت أرغان في حمام الزيت اللي كتستعمليه للعنايه بالشعر ديالك. يعني نركزوا على استعمال حمام زيت مره في الاسبوع بزيت أرغان، يعني على طريقه حمام مريم كندفيو هذاك الزيت اما في كاسرولة مباشره على طريقه حمام مريم باش ما يتحرقش لنا الزيت، اولا نديرو في واحد القرعه وندفيو شويه ونبقاو ندهنوا به الشعر ديالنا. وهذه المره ملي نديرو حمام زيت دائما نركزوا على الفروه ديال الراس. ملي نكونوا كندهنوا الشعر ديالنا باي زيت من الزيوت ولا بزيت أرغان غادي ناخذوا كميه منه قطرات منه ونفركوا شويه هكا على بالكف ديال يدينا ونديروا في الجهه ديال الاطراف. الا كنا بغينا نغذيو الشعر ديالنا المتقصف اللي كيكون متضرر دائما في حمام زيت، دائما في حمام زيت كيف قلنا كنركزوا عليه في المقدمه ديال الراس يعني في الفروه ديال الراس، وعاد ديك الساعه كيمتصوا الفروه ديال الراس وداك البصيلات ديال الشعر وكتوصل النتيجه لكل الاطراف ديال الشعر. فكيف قلنا ناخذوا تقريبا بالنسبه للحمام زيت ناخذوا واحد 8 معالق كبار ديال زيت أرغان نديرهم في واحد القرعه صغيره ندفيهم على طريقه حمام مريم، نقسموا الشعر ديالنا على جوج وكنبداو ندهنوا الشعر ديالنا بزيت أرغان خصله بخصله يعني من المقدمه ديال الشعر حتى الوسط وصولا للاطراف، ونركزوا دائما على الاماكن اللي عندنا فيهم تقصف اكثر، وندهنوا كذلك الفروه ديال الراس لانه كيعالج الفروه ديال الراس من العديد من المشاكل التجميليه. مزيان اننا نخليو زيت أرغان طوال اليوم يعني نخليو لانه كيشربوا الشعر ما كيبقاش مزيت، اولا كتشربوا البشره كذلك الا كنا نستعملوه نستعملوه على البشره ديالنا. ممكن كيف قلنا نخليوه ليله كامله ما نغسلوش منه يعني نعسوه بهذا الزيت ديال أرغان لانه كيتفاعل مع الشعر طيله اليوم، وفي الصباح فاحنا كنغسلوا الشعر ديالنا بالماء والشامبوان الخاص بالنوع ديال الشعر. واكيد انه مع المداومه على استعمال زيت أرغان غادي تلاحظوا الفرق. ممكن كذلك نضيفوا قطرات من زيت أرغان على الماء ديال الاستحمام او الماء ديال الدوش ونغسلوا
لانه كيعطي واحد النظره واحد البريقه سواء للشعر وسواء للبشره. دابا حتى مع اشعه الشمس الحاره ومع يعني السباحه سواء في لابيسين او في البحر كنعرفوا مع ديك الملوحه مع المياه ديال البحر مع التفاعل مع اشعه الشمس ممكن انه ندهنوا الشعر ديالنا يعني قبل من السباحه قبل من يعني في السباحه يعني ممكن اننا ندهنوا الشعر ديالنا بزيت ارغان لانه زيت ارغان كذلك من الفاعليه ديالو هو انه كيقوم بتكوين واحد الطبقه خارجيه اللي كتعزل كل هذيك المشاكل اللي ممكن انه يتعرض لها الشعر يعني ملي كندهنوا الشعر ديالنا بواحد الطبقه كثيره من زيت ارغان بحال كنغطيو الشعر ديالنا وكنحميوه يعني كيدير واحد الطبقه عازله اللي ما كتخليش يعني الشعر يتاثر بالملوحات ديال البحر او لا بمياه ديال الكلور او لا بالاشعه الشمس اللي كتكون حاره بزاف. فاللي ما عندوش هذاك الكريم اللي كاين لانه كاين في الاسواق يعني في كريمات اللي كتستعمل هذا الغرض اللي كتكون واحد الطبقه عازله اللي كتحمي الشعر بحال ايكرون يعني بحال كريم واقي من اشعه الشمس اللي كنستعملوه على البشره. فكاين كريمات كذلك اللي ممكن اننا نديروها على الشعر ديالنا اللي ما عندوش سواء الامكانيات او اللي ما عندوش ما توفرش عنده هذا الكريم ممكن على انه يكتفي فقط بزيت ارغان يوميا قبل من تعرض لاشعه الشمس سواء هو خارج او سواء هو ذهب باش يمشي يعني للسباحه في المياه ديال البحر او المياه ديال لابيسين في المسبح يحاول انه يغطي الشعر ديالو بواحد زيت ارغان يعني يغطي الشعر يدير واحد الطبقه ديال زيت ارغان لانه كتحمي الشعر وكتغذيه من الداخل. وحتى صاحبه الشعر الدهني اللي كيقولوا على انه راه الشعر ديالهم زيت اصلا ما محتاج انهم يستعملوا زيوت وهذا خطا ضروري لانه كل انواع الشعر محتاجه منا العنايه والاهتمام ومحتاجه منا التغذيه والعلاج. فضروري على اننا نستعملوا زيت من الزيوت في حمام زيت بالنسبه العنايه حتى بالشعر الدهني. فبالنسبه للشعر الدهني ممكن على انهم يستغنيوا على الزيوت الاخرى ويركزوا على زيت ارغان لانه زيت ارغان دغيا كتمتصوا البصيلات ديال الشعر وبالتالي ما كيبانش بالمظهر اللي هو مزيت. وممكن على انه صاحبات الشعر الدهني يستافدوا منه بحالهم بحال السيدات ديال يعني اللي عندهم انواع ديال الشعر مختلفه لانه هو الشعر كيدخل الاعماق ديال الفروه ديال الراس وبالتالي ما كيبقاش مزيت. ممكن اننا ندخلوا زيت ارغان يعني في بعض الوصفات اللي احنا كنستعملوا نعوضوه بزيوت اخرى. ممكن ناخذوا مثلا قطرات من زيت ارغان مع واحد التفاحه مسلوقه بالماء ديالها يعني ملي يبدا يقلل الماء هذاك الماء ما نستغناوش عليه نخلطوه مزيان ونطحنوه مع ديك التفاحه ونضيفوا قطرات من زيت ارغان ونستعملوا هذا الكريم مغذي لكل انواع الشعر فعال جدا وخاصه الا داومنا عليه التفاح وزيت ارغان فهما كيرطبوا الشعر وكيحميوا الخصلات ديال الشعر من التقصف. ممكن كذلك نستعملوا زيت ارغان اللي عنده الشعر دهني خاصه ممكن نستعمل قطرات من زيت ارغان او كميه من زيت ارغان مع بياض بيضه بلديه او لا بيضه كامله بلديه. وهذا القناع ممكن يستافدوا منه كذلك كل انواع الشعر وخاصه اللي عنده الشعر مصبوغ بلا مش او لا بصباغات متنوعه سواء المصنعه او لا الطبيعيه يستعمل دائما بيضه كامله مع قطرات من زيت ارغان ويستعملوا على الشعر كنوع من العلاج ومن التغذيه. نركزوا دائما على استعمالنا لزيت ارغان اللي عنده فوائد تجميليه كثيره.